حصل في استاذ نينوى واضح وصريح بان اليوم الحكومه الاتحاديه ما فرضت سلطتها بشكل حقيقي وواقع، يتمرد على الدوله وياخذ رواتب من الدوله وسلاح من الدوله ويتمرد على الدوله، وبالتالي يكسر قرار القائد العام للقوات المسلحه ويبقى في مكانه، وبالتالي ما راح نقدر ننفذ القانون. يجوز بعد ما نقدر نطبقه بالانبار، ولا نقدر ننقل قطعه عسكريه من البصره، ولا ننقل من الدياره. يقول لك لواء 30 مجموعه يستمر رواتبهم من الدوله وتسليحهم من الدوله واوامرهم بامر القائد العام، وبالتالي عصوا امر القائد العام للقوات المسلحه. لا استاذ فالح، انا اعتقد انه لو هذا اللواء حشد عشائري ومتمرد بالانبار، الله وكيلك ليشون على ذاناتهم بصل، انا اقول لك هذا الشيء، فراح تقدرون يسيطرون عليها بالانبار. لكن هذه هذه النزعه ها شلون استاذ فالح؟ اذا تمرد فوج حشد عشائري بالانبار يتمردونه.